المشروع القومي للصوب الزراعية أو ما يسمى علميا بالزراعات المحمية ده ساهم بشكل كبير جدا في ترشيد استخدام المياه والأسمدة والمبيدات والتقاوي، كمان تقليل التكلفة، وده انعكس على توفير المنتجات الزراعية وخفض أسعار الخضروات بالأسواق. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع بالتفصيل وعن فوائد الصوب الزراعية وجهود يمكن الدولة في هذا المجال والإنجازات اللي تحققت في هذا المجال. معنا منورنا في الاستوديو النهاردة دكتور محمد غريب، الباحث بقسم المحميات الطبيعية بوزارة الزراعة. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. أهلا بك دكتور. يمكن بقالنا فترة كبيرة بنتكلم عن الصوب الزراعية وأهميتها وقد إيه كانت مفيدة للزراعة والمحاصيل عامة، وفرت كتير قوي علينا. حابين من حضرتك تعرفنا أكتر وتفهمنا أكتر عن الصوب الزراعية، ليه احتاجنا نعملها وإيه الفوائد اللي ممكن يعني بتعود علينا بسبب الصوب الزراعية أو ما يسمى بعمليات الزراعات المحمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بداية احنا نعرف بس يعني ايه صوب، يعني ايه زراعات محمية. حلو. الزراعات المحمية او الصوب هي منشآت خاصة بيتم انشائها بغرض حماية النباتات من التقلبات المناخية، سواء ارتفاع درجة حرارة او انخفاض درجة حرارة او اي عامل مناخي يؤثر في عملية الانتاج. الصوب الزراعية فيها ثلاث مستويات من التكنولوجيا، فيها اللي هي عالية التكنولوجيا ومتوسطة التكنولوجيا ومنخفضة التكنولوجيا. الصوب الزراعية فيها مساحات مختلفة من الأنماط، في الصوب اللي هي السنجل أو الفردية بتبقى مساحتها حوالي 540 متر مربع، وفي المساحات اللي هي المتوسطة بتبقى الصوب مساحتها فدان، وفي الصوب الكبيرة اللي هي مساحتها بتوصل لثلاثة فدان. كل ما مساحة الصوبة كبرت كل ما كان عوامل التحكم المناخي جواها بيبقى أكتر حرص، يعني بيركب لها محطات أرصاد جوية، بتبقى متوصلة بحساسات حرارة وإضاءة ورطوبة بحيث أن أنا أقدر أتحكم في المساحة الكبيرة دي. هي دي التكنولوجيا بقى اللي حضرتك بتقول عليها. دي التكنولوجيا العالية. أن أنا أتحكم في المساحة الكبيرة دي بأقل المجهود بحيث أن يبقى كله يعني كمبيوترايز يعني لحد ما. قد يتخيل البعض البعيد عن هذا المجال ان هي مساله الصوبه يعني حاجه كده بس بتحمل الزرع تحتيها، ما فيش تكنولوجيا مستخدمه في الموضوع، لكن حضرتك بتوضح ان في تكنولوجيا ومستويات مختلفه كمان. ايوه فندم. هو ده اللي احنا كنا متعودين عليه في الصوب التقليديه اللي هي الصوب الفرديه اللي كانت قبل المشروع القومي لانتاج للصوب اللي هي ال 100,000 صوبه دي، اللي كانت ما فيهاش اي تكنولوجيا، يعني بندير العمليه مانوال، يعني اذا كان درجه حراره بنفتح الابواب بنفتح النوافذ، التهويه بتبقى يعني يدويه، ولكن مع التقدم والتطور ده دلوقتي النهارده الحساسات بتبعت اشاره للكمبيوتر تقول ان درجه الحراره والصوبه كذا، فبتبدا المراوح تشتغل لوحدها، تبدا ستائر التظليل تفرد. مش اي تدخل العنصر البشري في الموضوع ده الى حد ما، بيبقى التدخل العنصر البشري بيبقى قليل جدا، يعني في ان هو يتدخل في حاجات بسيطه جدا، يعني حتى الري نفسه الرطوبه الموجوده في التربه بنقدر نعرف الرطوبه الموجوده كام في الميه بحيث ان النبات عطشان نقدر حساسات في الارض بحيث ان هو ممكن يدي اشاره للسماده ان هي تفتح وتشتغل مع شبكه الري لوحدها اوتوماتيك، يعني دي بتبقى حاجه كويسه. هل في محاصيل ينفع يعني تتحط في الصوب ومحاصيل ما ينفعش تتحط في الصوب؟ هو جوه الصوب في محاصيل معينه احنا بنستخدمها او بنزرعها جوه الصوب، هي زي الخيار والطماطم والفلفل الالوان والفاصوليا والكنتالوب والفراوله، وفي الغالب ان هي كلها محاصيل تصديريه. المحاصيل بتاعت الصوب بتتميز عن المحاصيل بتاعت الارض المكشوفه بان هي بتكون غير محدوده النمو. يعني ايه غير محدوده النمو؟ ان النبات بتاع الصوبه ليه القدره على التسلق ملوش حدود، يعني ممكن النبات يوصل معايا لكل 12 متر. أنا عندي سلك حامل المحصول ارتفاعه 4 متر. لو النبات وصل لسلك حامل المحصول أقدر إن أنا أعمل له ترخية في الخيط بحيث إن أنا برقده على الأرض زي الطماطم وأبدأ إن هو يكمل تاني معايا فوق لغاية ما إيه آخد منه أقصى إنتاجية، وممكن يقعد معايا 10 شهور جوه الصوبة. ده ملوش أي انعكاسات على طعم النبات نفسه أو لا جودة الثمار والطعم ده احنا يعني في الغالب احنا لما بنختار هجين لجوه الصوب بنختاره ان هو يناسب ذوق المستهلك المصري، ما بنجيبش حاجة غريبة يعني، ولكن هو حتى
ذوق المستهلك المصري دلوقتي بقى مرن جدا. يعني احنا دلوقتي بنشوف الطماطم الصفراء والبرتقاني والحمراء، ما بقاش والبطيخ الاحمر والبطيخ الاصفر، بنشوف الحاجات الغريبه اللي هي الذره السكريه اللي ما كانش حد الفلفل الالوان ده، احنا عندنا دلوقتي الفلفل الالوان بقى مستساغ جدا والناس اتعودت عليه. وكمان حضرتك وانت بتقول ان احنا الانتاجيه بتاعه الصوب بتبقى معده للتصدير، حضرتك بترد على نقطه مهمه جدا، الناس بيقولوا ان بيكون فيها مبيدات وبيكون طالما صدرنا بتكون خاليه تمام من المتبقيات بحسب ما اعرف يعني. هو اذا كان في اداره جيده للصوبه، بمعنى ان انا قادر اتحكم في العوامل المناخيه، ان ما تسمحليش العوامل دي ان هي تعمل انتشار للافات الحشريه او الامراض الفطريه، فيبقى استخدام المبيد بتاعي في اقل واضيق الحدود، وبستخدم المبيدات اللي هي المسموح بيها بتوصيات الاتحاد الاوروبي، اللي هي المسموح بيها ان احنا نستخدمها، بحيث ان ما يبقاش في تاثير متبقي للمبيد او ان هو يبقى ليه تاثير يعني اي اثر فيما بعد. حضرتك يمكن اتكلمت عن بعض المحاصيل المختلفة اللي هي زي الطماطم الصفراء، الفلفل الألوان، بعض كمان على فكرة الفواكه اللي هي الباشن فروتس والحاجات دي ابتدت ان هي تتزرع هنا في مصر. فالنهارده نقدر نقول ان الصوب الزراعية بقت يعني بتعمل نوع من انواع التوازن، خليني اقول في الاسعار كمان، ان انا بنتجها هنا ففي منها التصدير لكن في منها اكيد موجود لنا السوق المحلي. فده معناه انه يعني في توازن النهارده في اسعار السلع، خليني اقول الخضروات والفواكه بتقدمها الصوب دي او بتبقى سبب فيها. هو الصوب اهميتها بتبقى ان هي بتخش في الفتره ما بين العروات، اللي هي احنا ما يبقاش عندنا جاب في النص ان ما نلاقيش مثلا المحصول ده قل، فالصوب بتخدم في الفتره دي بحيث ان انا يبقى عندي المعروض من السلعه متوفر طول العام. بالاضافه لكده ان احنا بيبقى عندنا الحقل المكشوف بينتج نفس المحصول وانا بنتج جنبه، فبيبقى يعني بالتوازي. مين انتاجيته اعلى؟ الصوب طبعا انتاجيتها اعلى. يعني قد ايه مثلا؟ يعني بنتكلم مثلا في حدود من 3 ل 4 اضعاف، يعني المتر المربع في الصوب لبعض المحاصيل زي الخيار مثلا بينتج 12 كيلو جرام في المتر المربع، في حين ان الارض المكشوفه المتر المربع بينتج من 4 يعني حوالي 4 كيلو او 5 كيلو بكثير يعني. فرق كبير. لنفس وحده الميه. يعني هي الفكره في ان احنا الصوب بتعظم وحده المساحه. وحده الميه ازاي؟ ان نفس كميه الميه اللي بديها للنبات في الارض المكشوفه هي اللي بديها للنبات في الصوب، ونفس المساحه. ولكن النبات في الصوب النبات راسي بينمو راسيا غير محدود النمو، فبياخد كميه الميه هي ولكن بانتاجيه اعلى. طيب في كمان مشروع يمكن ال 100,000 صوبه زراعيه اللي دشنها طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفر يمكن ده في بعض المحاصيل الاساسيه زي ما حضرتك كنت اتكلمت عن الخيار، الطماطم، دي محاصيل اساسيه بيستخدمها المواطن المصري. اهميه الصوب الزراعيه او اهميه الاكثار من وجود الصوب الزراعي واهميه هذا المشروع 100,000 صوبه. تمام. هو طبعا احنا عندنا الحمد لله الصوب اللي تم انشائها دي بتعمل كذا استفاده. اولا بتوفر فرص عمل كبيره جدا للايدي العامله، بتوفر المحصول في غير موسمه الطبيعي. يعني احنا بنلاحظ ان في الشتاء احنا معظم استهلاكنا من الطماطم والخيار والفلفل في الشتاء كله بيبقى انتاج صوب، ما بيبقاش يعني الارض المكشوفه الى حد ما، واحنا شايفين التغيرات المناخيه اللي حاصله في بتعيش اكتر. طيب نعم، يعني منتجات الصوب تعيش اكتر من اللي الارض المكشوفه اللي هو بعد القطف ولا بعد القطف؟ بعد القطف طبعا محاصيل الصوب عموما الهجن بتاعتها بتمتاز بالصلابه العاليه، يعني ان هي معد اصلا ان انا تستحمل فتره الشحن بتاع التصدير، فبالتالي من ضمن الصفات اللي انا بختارها في الهجين اللي انا بزرعه جوه الصوب ان هو المواصفات الثمريه بتاعته فيما بعد الحصاد بتبقى عاليه جدا، يعني ان هو صلب طماطم خيار فلفل، فده يعني بيخلينا ان احنا نبقى عندنا الفاقد في المحصول بيبقى كميه قليله جدا مقارنه بالارض المكشوفه. طبعا كمان المحاصيل بتاعت الصوب زي ما احنا عارفين ان هي يعني بتوفر المحاصيل الاستهلاك المحلي جوه البلد، وفي نفس الوقت
موسم التصدير بتاعنا بيبقى في الشتاء كبير جدا، لان اوروبا ما بيبقاش عندها انتاج في الوقت ده. فاحنا بنغطي يعني سوق كبير جدا جدا في الشتاء من المحاصيل بتاعت الخضر عموما. وده شيء كويس جدا يعني يحسب للصور. يعني من ضمن المميزات كمان، سواء من خلال هذا المشروع او الناس حتى لما تعمل المشروع ده على يعني على يعني كل واحد كل مزارع مثلا يقدر يعمل الكلام ده في الارض بتاعته، ان احنا عايزين بقى نبطل الجو بتاع زمان اللي هو بتاع الحاجات المجمده او الحاجات اللي بتفضل موجوده في الثلاجات ومتخزنه من السنه للسنه. فاعتقد من المميزات زي ما حضرتك بتقول دلوقتي ان بيكون الزراعات موجوده في غير موسمها، فدي حاجه من الحاجات الكويسه جدا اللي احنا نتمنى ان هي تكون موجوده وتنتشر كمان. بالظبط، هو احنا حتى لمسنا في التغيرات المناخيه الاخيره اللي حصلت، سواء ارتفاع درجه الحراره اللي حصلت قريب، احنا قدرنا ان احنا الحمد لله نعدي ونخطي الفتره ديت بامان بفضل الله سبحانه وتعالى، لان التوصيات بتاعه الساده العلماء في مركز البحوث الزراعيه ادت لان احنا المزارع يبقى على وعي كامل ازاي يتعامل مع التغيرات المناخيه، وازاي ان هو يحافظ على الانتاجيه بتاعته بالمستوى بتاعه من غير ما يعني ان التغيرات المناخيه دي تاثر عليه. طب حلوة قوي. احنا بقى ازاي بندرب العمالة بتاعتنا على استخدام التكنولوجيات الحديثة الموجودة داخل الصوب الزراعي؟ حضرتك يمكن اتكلمت معانا دلوقتي قد ايه هي ذكية، يعني الصوب دي بتفهم الجو جواها عامل ازاي، الحاجات دي كلها. فازاي بندرب العمالة بتاعتنا عشان تستوعب التكنولوجيا الموجودة داخل الصوب، وبالتالي بتوفر اكيد فرص عمل؟ العامل الفني جوه الصوب ده يعني من اهم العوامل بتاعت نجاح المشروع بتاع الصوب، لان التعامل مع النبات بتاع الصوب ده يعني تعامل فني راقي. يعني الهجين بتاع الصوبه بذرته مش رخيصه، فاي اهمال من العامل في التعامل مع النبات ده بيؤدي لخساره مش بسيطه. فانا لازم ادربه تدريب جيد، عارف هو بيعمل ايه، سواء ان انا بقول له ازاي اتعامل مع الشتل اول ما تنزل للارض، ازاي ان هو يلفها على الخيط، ازاي يشيل الافرع الجانبيه بتاعت النبات بحيث ان هو يربيه التربيه السليمه، ازاي يجمع ويقطف الثمار بتاعته بطريقه امنه بحيث ان هو ما يضرش النبات الاصلي، لان النبات يعني نبات قائم على خيط، فلابد ان يكون التعامل معاه تعامل جيد. كمان العامل نفسه اللي بدربه لازم يكون مستديم معايا، لان التعامل في مجال الصوب هي خبرات تراكميه. النهارده لو انا علمت العامل مهاره معينه جوه الصوب، الشهر الجاي هيبقى عنده مهارتين، هيبقى عنده ثلاثه. في مستجدات كل يوم بتبقى جديده في مجال الصوب، انا بضيفها له في التدريب كل يوم، بحيث ان العامل ده بعد فتره بيبقى مثقل بالخبره اللي تاهله ان هو يخش جوه الصوب ويشتغل فيها بامان كامل. طيب مع كل هذه المميزات للصوب الزراعيه، الوحدات الارشاد الزراعي هل بتوعي المزارعين باهميتها؟ هل الموضوع سهل ان مزارع يعمل صوبه في الارض بتاعته مثلا، بحيث ان زي ما حضرتك قلت ان الانتاجيه 4 أضعاف؟ احنا لينا في ايام حقليه وحقول ارشاديه وندوات بننزل ننفذها، بنعلم فيها اخواننا المزارعين والساده المهندسين على التكنولوجيات الجديده، على اساس ان هو يبقى ملم بالجديد في مجال الصوب. الصوب بتنتشر في جميع المستويات، من اول الفلاح البسيط لغايه المستثمر الكبير اللي بيصدر، لدرجه ان دلوقتي بعض الناس بتعمل الصوب فوق السطح، ان هو ينتج الخضار بتاعه في فوق السطح. واحنا لمسنا في فتره كورونا ان في اوروبا لما ما لقاش اللي هو قادر يروح السوبر ماركت يجيب المحصول بتاع الثمار بتاعته ان هو ياكلها، بدا ان كل واحد يعمل صوبه عنده صغيره في الحديقه بتاعه الفيلا بتاعته، بحيث ان هو ينتج المحاصيل بتاعته اللي هي احتياجاته من الخضار اللي هو محتاجه جوه الصوبه، ويبقى عنده اكتفاء ذاتي. يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان في بعض الحاجات البسيطه قوي قوي ينفع نعملها في البلكونه بتاعت بيتنا، زي ما كانوا بيعلمونا في المدرسه كده، الفول، الجرجير، النعناع، حاجات بسيطه، يعني مش لازم حتى تبقى جنينه عندي في البيت، ممكن حاجه تبقى بسيطه قوي. مش فاكره قوي ايه الحاجات اللي كمان، اكيد مش محاصيل يعني، لكن حاجات بسيطه ممكن نزرعها. ويمكن ده اللي احنا حابين ان نرجع تاني نشوفه ونرجع تاني نعمله زي الاول، من الحاجات او المظاهر الجميله ان احنا نلاقي الروف مزروع،
حتى لو حاجات هنستخدمها يعني، حتى مش لازم تبقى زرع زينة في الآخر. يعني هو حضرتك أنا بنصح بأن إحنا عشان نهذب سلوك الطفل الصغير أن كل أسرة لابد يكون عندها زرعة أو اتنين، يقدر أن هو الطفل يشوف طماطمية صغيرة طالعة عنده في البيت أو قرن فلفل أو أي حاجة، بحيث أن هو يبقى متعود على الشكل ده. احنا زمان كنا زي ما ستك بتقولي احنا بننبت البذره بتاعت الحلبه وبناكلها. ايوه بننبت المستنبتات دلوقتي موجوده بره في الاسواق الاوروبيه باسعار كبيره جدا. لما عرفوا قيمتها اي بذره مستنبته، سواء بذر فجل، بذر جرجير، حلبه، اي بذر مستنبت ده القيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا، وبيتباع على ارفف السوبر ماركت بمبالغ كبيره. يعني احنا دي موجوده عندنا هنا، نقدر ان احنا ننفذها حتى على نطاق صغير، ان احنا نعلم اولادنا ازاي ينبت بذره وياكلها حاجه كويسه في البيت، يتعلم الزراعه يعني. لازم يعني، دي كانت من الحاجات اللطيفه اللي كنا بنتعلمها في المدرسه، وزي ما حضرتك قلت لازم نهذب اطفالنا، لانه في شعوب كتيره قوي ده ما زي منهج اساسي كده عندهم لازم يتعلموه. بشكرك دكتور محمد غريب الباحث بقسم المحميات الطبيعية بوزارة الزراعة، كل الشكر ليك على وجودك معنا. صباح الخير. شكرا جزيلا. صباح الخير.